السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بسوي معكم بامية بالطريقة الباكستانية. عندي بامية تقريبا كيلو كامل، وعندي هنا بصل، فلفل بارد وحار على حسب اختياركم، طماطم، البهارات عندي بهارات الكاري، كركم، بهارات بيضة، بابريكا وملح، ثوم وزنجبيل. أول شيء راح نقطع البامية، نشيل الجزء اللي فوق ما بنحتاجه، وأيضا الجزء السفلي كذلك ما بنحتاجه. الحين نقطع بهذا الحجم، سخنت المقلاة على طول بضيف زيت زيتون الوالي. في الطريقة الأصلية يضيف هم زيت نبات، فالزيت زيتون دائما يكون خيارك الصحي، ينفع للقلي وينفع لجميع الاستخدامات. على طول نحط الدفع الأولى، نبدأ نقلب بهذه الطريقة لحد ما يتحمر معنا. هذا التحمير المناسب. وجهزت معي الدفعة الثانية. بنفس المقلاة بحط البصل والفلفل البارد والحار. بحط ربع اصبع زبدة وببدأ حرك. الحين بحط الثوم والزنجبيل. أول ما تطلع الريحة نحط الطماطم. دبل معي الطماطم. الحين بحط البهارات. عندي ملح، بابريكا، بهارات بيضة، بهارات كاري وكركم. أول ما تطلع ريحة البهارات تحط البامية، وكذلك علبة زبادي، ونحرك. آخر شيء أضيف الكزبرة. أضفت علبة زبادي غيرها، وبضيف كذلك الثوم. طبعا هذا يعطيكم نكهة جدا رهيبة خصوصا للبان. نحرك ونتلف على نار خفيفة جدا، أخليه على نار خفيفة جدا لمدة 5 دقائق ويصير جاهز. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا الشكل النهائي لوصفتنا اليوم. علينا وعلى عيونكم بألف عافية. البامية بالطريقة الباكستانية، هذا الزبادي مع الخضار والبابريكا والفلفل الأسود والملح. عاد الحين وقت تغيير، خلينا نقرب معكم. بسم الله، على خبزة التنور بالزبدة. أول شيء يتعصر لك ليمون، تغرقها كذي حلو. هذه الخبزة ما شاء الله، يا سلام. وبالعافية. والخبزة الثانية على طول وين؟ في الرف.